بونجور، يعطيكم ألف عافية وينعاد على الكل كمان بمناسبة عيد رمضان. أنتوا هون بمدينة زحلة. زحلة تعتبر من أجمل المناطق السياحية بلبنان، تتميز بمناخها الحلو، إذا فيك تصور فيه كلها خضار وصخور ومناخها كتير كتير معتدل وما في رطوبة وبالليل بتبورد. ونحن هون على البردوني أبا عن جد، أنا بيي قعد هون 50 سنة وجدي قبله بهيدي المصلحة على البردوني وأنا استلمتها من بعده وبإذن الله مكملين. أول شيء أنا اسمي شربي البعيني. هودي الأكلات إذا أنتوني بتصور هون، عنا بندق كاجو جاوز لوز فستق حلبي سمسمية فستق عبيد. هودي بينعملوا بالمسك، هالمسكي مادة بخورية من الشجر مثل من وصلوة، بالزمانيات كانوا جدودنا يستعملون بالسكر، نحن طورناها لحتى نخفف أقل ضرر للجسم، أقل ضرر يعني يكون واحد لا سمح الله معه سكري أو عم يعمل رجيم. في عنا مثلا هودي الملبن، هودي في هيدي بتنعمل سون سكر إيسا ميدون أفيك دو جي دي ريزان، بتنعمل بلا سكر وبلا نشب عصير العنب، هاي بالمسك، هاي بالورد، هاي بالفروتس. هودي أكلات كتير طيبة ومميزة. هيدي اكلت تشيز كيك، تشيز هيدي تشيز. انا سلامه من زحله، عم بيع سمسميه وفستقيه، فستق حلبي عندي، عندك جوز، عندك بندو، عندك كاجو، وعندك لوز. هون هودي استقبل عندنا اليوم، ترجع عندك علب مشكلي، هون علب مشكلي، وعندك الزراد هون ويجا هون. بتبلش قمر دين ملبن، قمر دين نوغا، ملبن ورد، نوغا ورد، نوغا عادي، ملبن بندو، ملبن جوز وطين، ملبن فستق حلبي. عندك التشيز كيك هون، عندك اللوتيس بسكويت وشوكولا، وعندك البندو على شوكولا هون. أبن عن جد هون، أنا أبن عن جد، كان مرحوم بيي هون وكان جدي بالمصلح، وأنا بديك الصور كمان، كنا على نبع الصفا، نبع الباروك نبيع كمان، يعني بس سلامة حلو بحلو كله. كلهم حلو بالحلو. هيا بديك الصور. يا هلا يا هلا شيخ أنطوني، أبغى من الهبطة حبيب الأرض. يا هلا يا هلا، شو بدنا ندوق؟ قالوا لي البوز عندكم، يلا ورا بوز ندوق الماي البتاع هاي دغري من هون. روح هيك نبلش، يلا بدها قشطة وغير الشكل. شيخ أنطوني، هيدي هذا المحل خي أنطوني، معمول من سنة 1932 أيام أهلنا كانوا كان عندهم الترمبة يقولوا له بالأول على التلج يعملوا البوزة ويبيعوها تازة، حتى ما كان في كهرباء بوقتها. وتطورنا نحن وصرنا لهون هلأ، إن شاء الله أولادنا يكفوا ورانا.
نحن بموسى خلف أبو سليمان على البردوني بزحلة. أقدم بوزة بزحلة إذا بدك. كيف في حدا أقدم منا؟ بس نحن صرنا. بدي خبرك شوي عن كيف بنعمل نحن البوزة. نحن بنجيب حليب المعزة، بس اليوم ما عندي طابق، سئبت اليوم هيك. أنت زرتنا ما عندنا طابق. ومنعقمه هون بهيدي الحلة، ونرجع بننقله على التبريد، بننقله على الخفاقات لهون حتى يصير موجود بهاي الطريقة بهيدي البرادير. هي هاند ميد القصة كلها. بعدها عندنا مكنة هي ما بترمسها بس عم نشتغل على هاي التراديشنال الأشياء القديمة. بنانا سبليت، كريم فريش، كيوي، هي بنانا. ملوك القشطة، ملوك القشطة، حليب معزة، مسكة، شوية زحلب وسكر، وهيدي هي القشطة يلي مقطوطة حلوة، يلي مانها دلعة، يلي ما فيها قشطة سكر، يلي حتى بتطلع منخار، الفستق اللي بيقرش ما بيعلق. قصة قصة قصة. أنا بينمجة من بيروت على البردوني تمشي مثل ما عملت، تاكلوا سمسمية ترجعوا معاكم على البيت، تاكلوا بوزة وبترجع. اوكي نحن وين؟ نحن بالبردوني. نحن خليونا مثل ما هي، اذا في ناس بدها تزعل او ما بدها تزعل، بس بالبردوني محل ما اخترعوا الميزة مثل ما هي، محل ما الميزة بلشت، محل ما الميزة اللبنانية والقعدة وصحن الحمص والميت صحن على الطاولة بلشت من كتير 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 زمان. على البردوني محل ما المي صارت نظيفة والصوت حلو والاجواء حلوة والعجقة لذيذة، بتبلشوا بالسمسمية، القعدة، اللقمة، البوزة انتو ظاهرين، وفي ثلاث اربع محلات فيكم تنقوا منهم. نحن اليوم وين؟ عند كازينو مهنا، من الاشهر من الاهم، وناطر سمبوسك مع حمص.
والله بتبلش القصة. أول شيء طاولة كتير حلوة وكتير غنية، بس بتبلش القصة بهيدي. هيدي السيجنتشر اللي هي لبنة المعزة المخلوطة مع زعتر زيتون وشوية حار. مكمور يا بونجور يا هلا. تفضل. هلا بجارك. نحن انا ميشيل مهنا صاحب كازينو مهنا زحلة وانترياس وعم شيط، وهلا عم نفتح بالسنتر فيل. نحن من سنة 1880، انا رابع جينيريشن وهلا اولادي خامس جينيريشن عم بيشتغلوا كمان بالمؤسسة معي. المرحوم الوالد أخذ اسم الاستحقاق اللبناني بالمازة اللبنانية، أول مين عمل المازة 68 صاحب عايمات المرحوم الرئيس فؤاد الشهيد. إذا بالبردوني صح، بلشت بالبردوني. ومثل ما أنك شايف هالقعدة قاعد بالجنة أنت بين جبلان وهالنهر، لكن اسم الله السنة الماي قديش قوية وهيدا. فكنت عم قلن انه الاكلات كلهم طيبين عندكم، بس خبزة صاج غير شكل، وهيدي اللبنة مع حار والزيتون والزعتر صحة. وانا هاي قصة كبيرة. حطوا معالق اردني هاي بينمجع عليها من كل بلدين العالم. هيدي اللبنة بيفخقوها بتكون كتير طرية حامضة كتير، قرصة حار عزلعين. لا هاي قصة كبيرة. خير العالم كلها بتجي لهون على البردوني، بتجي لعنا على بيروت وعلى عمشيت على مهنا سفيرمار. مين ما بدك من رؤساء جمهوريات لا رؤساء وزراء لا نواب لا ممثلين لمغنيين لكل شيء لفنانين من جميع الانواع. يعني نحن كان عندنا بالزمانات اجت لهون ام كلثوم واجا فريد الاطرش وسميره توفيق وكل هالجيل القديم من الفنانين كانوا يجوا لهون. كيسكم كيس لبنان هالجمعه هالاجواء الحلوه. اوه هاي كثير قوية طلعوا عم تنقط ورقتها رقيقة وجوا الرزات مستويين نار. نفس بيهبوا يعني مش معقول شو طيب. عبالي ذوق محمرة. هيدي المحمرة لونها حلو. جوز فلايفلة سويت. واو هيدي ساندويش مثلا محمر او حمص. نو الفتوشات كتير طيبين فريش القرش غير شكل، وبالاخر دبس الرمان. واو لا هو رائع. هيك بتخلص برمتنا. بوزة بالأول بوزة بالآخر. تمشي على البردوني وغدا غير شكل. فيكم تجوا تقضوا نهار من بكير، تلعبوا أنت والأولاد تحت، ترجع تطلعوا تتمشوا بتشوفوا كل الأجواء الحلوة، بتعيشوا طاقة الزحلة اللي بياخد العقل، وبتخلصوا ببوزة على قشطة. حتى البوزة طيبة عندكم، مش بس الحمص.
لا مهم كثير مهم. بوزع قشطة كمان نحن وضهرين عند قرايتم بوزع قشطة صار لها كتير زمان وبعضهم بيعملوها كمان حتى عداء. غدا روعة فعلاً والأجواء حلوة والناس طيبة والضحكة حلوة. يلا ملتقى فيكم مرة الجاي بالبردوني. Ha ha ha.